شوف، سنة 2019 الإسرائيل قامت بهجوم في هذه المنطقة تحديدا، يعني قريب جرف الصخر، يعني بين جبل وهي منطقة اسكندرية وهذه المناطق، يعني أي نعم، ويعني شمال بابل. وشمال بابل تعتقد إسرائيل، وأنا شخصيا قرأت الكثير من التقارير الأمريكية الاستخبارية تتحدث عن عملية تخزين صواريخ بعيدة المدى في هذه المنطقة، وهو ما يفسر أيضا إغلاق منطقة جرف الصخر وتمسك الأخوة في الفصائل بقيادة هذا الملف على المستوى الديموغرافي والأمني. يعني فأنا أعتقد، شوف، الضربات الإسرائيلية لم تتجاوز حدود شمال بابل. يعني إسرائيل ما استهدفت بغداد، ما استهدفت قواعد البصرة، ما استهدفت قواعد. أكو رؤية أستاذ أحمد، أكو رؤية يعني خلينا نناقشها أنا وياك، يعني مهمة جدا طبعا، ما ضووا عليها كل وسائل الإعلام للأسف. الاستهداف اللي صار بأصفهان واللي صار ببابل هي بالضبط الأماكن اللي كانت مكان لانطلاق المسيرات اللي ضربت إسرائيل تلك الليلة. هذا ما قيم، يعني هذا ما قيم، فهمت شو؟ لأنه التقارير، أنا شخصيا قرأت في صحيفة معاريف الإسرائيلية تتحدث عن انطلاق مجموعة من الصواريخ من يعني من الطائرات المسيرة، عفوا، من منطقة شمال بابل. هسه احنا مو نريد نبرر الاستهداف، مو تبرير، لا 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 مو تبرير، انا اريد اقول الرسائل مثل ما قلت انت، قلت رسائل، يعني الرسائل صح، اريد اروح لهي المنطقة حتى اقول لك رسائل الايران، ترى انتم المكانات اللي انطلقنا منها نعرفهن، وهذني وهذني نعرفهن، اي، ومن البصرة، فهمت شلون؟ ايضا اشار التقرير الى يعني مجموعة من الطائرات المسيرة وصواريخ، ممكن انه انطلقت ايضا من البصرة. انا شخصيا ارجح مش صواريخ، لانه صواريخ كان سمعوها البصرة، كان شافوها، كان شفناها بالسوشيال ميديا، صح، اعتقد طائرات مسيرة. فهي ما خرج من العراق هي طائرات مسيرة، اعتقد ذلك، يعني مش صواريخ، لان ايران تبنت قضية الصواريخ، يعني قاعدة تبريز، وهاي قاعدة تبريز الحقيقة. الصواريخ التي مرت على السليمانية وعلى كردستان كان الانطلاق من قاعدة تبريز، وهي قاعدة الحرس الثوري، ويعني نشطة جدا، طيب، وفيها صواريخ أيضا حسب المدى، يعني حسب ما